السلام عليكم، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، اموركم طيبه. وانتم كتشوفوا معايا هذا الفيديو جديد من مرجان بمناسبه عيد ميلاد مرجان. غنشوفوا الهميزات والعروض اللي دايرين لكم. هذه المره الفيديو غادي يجيكم قصير شي شويه، ولكن هذا الشيء اللي قدرت نصور. كتعرفوا مرجان دائما تيجينا هكا واحد الرفض من طرفهم على قبل التصوير. وكيف ما كتشوفوا دايرين هاد البروموسيون في الفيلي دو داند، دايرين ليه 56 درهم الكيلو. هاد الزبده سونترال هادي حتى هي كيلو راه دايرين فيها بروموسيون، بالنسبه للثمن ديالها 79 اولا 80 درهم عوض 108 دراهم. بالنسبه للفخوماج الخيرات 96 قطعه بالثمن ديال 57 درهم. وبالنسبه للكسكسو تريا 3 ديال الباكيات من فئه كيلو بالثمن ديال 26 درهم. بالنسبه للطون هاد لا مارك هادي 4 ديال لي بواط بالثمن ديال 30. دايرين هاد لوفر في هاد لا دوسيسون ديال كونفور ناقص 60%، جوج ديال القراعي من فئه ليتر بالثمن ديال 39 درهم. ودايرين هاد العرض هذا في مسحوق الملابس اومو 5 كيلو ونص زائد بالثمن ديال 110 دراهم. دايرين هاد لوفر هذا حتى هو ناقص 50% في هاد سائل غسيل الملابس ديال ميو بالثمن ديال 126 درهم، جوج ديال القرن من فئه 5 لتر. كاينين هنايا هاد لي ديال البنيتات، فيهم بزاف ديال الالوان، فيهم الكري، فيهم غوز، فيهم ابيض بالثمن ديال 30 درهم. وهاد البيجامه هادو ديال القطن صراحه عجبوني بزاف، حيت الثوب ديالهم رطيب داخل فيه شويه ديال الكرا. مهم الثوب ديالهم زوين، فيهم كيف ما كتشوفوا 4 ديال الالوان اولا 5، والثمن ديالهم 100 درهم. لي طاي اللي بانوا ليا فيهم كاين الال وكاين الام، هادو هما لي طاي اللي لقيت. داير لكم مرجان هاد لوفر هذا في هاد الطباسل هادو اللي الصراحه راه ما كاينش اللي ما خداهمش عليهم الزحام. كيف ما كتشوفوا الباكيه كتجي فيها 18 بياس، فيهم هاد الشكل اللي فيه الغوز وكاين شكل اخر اللي فيه الموف، والثمن ديالهم 130 درهم. كاينين هاد الكؤوس ديال الماء كيجيو 6 ديال الكيسان ديال الماء طوالين بالثمن ديال 40 درهم. وكاينين حتى هادو اللي تيجيو قصارين ديال مناضه او العصير والثمن ديالهم 40 درهم كذلك. هنايا حاطين واحد المجموعه متنوعه من الطباسل باحجام واشكال متنوعه. كاينين صراحه اللي لقيت عليهم الاثمنه وكاين اللي لا، بحال دابا هاد الطوالين هادو صراحه ما لقيتش الاثمنه ديالهم. كاين هذا ديال البيتزا هذا مدور وكبير الثمن ديالو 50 درهم. وكاينين هادوك لي سالادي اللي الثمن ديالهم 30 درهم. كاين هاد السيبور هذا ديال العطريه اللي تجي هكا سليله مع 10 ديال القريعات ديال العطريه، داخل فيهم الخشب والحديد بالثمن ديال 100 درهم. كاين هاد الاير فراير ديال ام جي اس اللي الثمن ديالها 499 درهم كيف ما كتشوفوا، وفيها 5 لتر، فيها عام ديال لا غارونتي. بالنسبه لهاد لابغوس شفت الناس بزاف خداوها هاد المشط الحراري، هادي ديال هاد لا مارك هادي صراحه دايرين فيها تخفيض لي زوين، كانت ب 539 درهم دابا رجعوها غير 299 درهم. المهم اللي فايته مجرباها تخلينا الراي ديالها عليها في التعاليق. هنايا داروا هاد البوتس ديال تيد هذا جديد ديال تيد اللي الثمن ديالها 65 درهم، ما عقلتش على شحال من حبه كاينه في هذيك الباكيه. وبالنسبه ليكيد حتى هو 3 كيلو بالثمن ديال 90 درهم. كاين هاد لونسومبل اولا هاد الباتري هذا ديال الكاسرونات والمقاليد، فيهم 3 ديال الطنجرات بالغطايات ديالهم، 3 المقالي كاسرونه و3 ديال ليلوش بالثمن ديال 1299 درهم من لا مارك تيفال. هنايا هاد لي فاليز كتعقلوا عليهم في الصيف، البنات كانوا دايرين 130 درهم دابا راه دايرين لهم 139 درهم. وكاين هاد التريو هذا اللي فيه بزاف ديال الالوان اللي الثمن ديالهم 499 درهم. دايرين تخفيض في هاد الكاسرونات اللي كيجيو 5 ديال الكاسرونات بالثمن ديال 279 درهم. صراحه هما مكتوباش عليهم 18/10، وكاين شفت الناس بزاف كياخذوهم لينقص ديالهم شويه هكا عادي. بالنسبه للبنات هذا فيديو ديال البارح صراحه حطيته وبقى فيا الحال، حيت صراحه ما طلعش في المشاهده، ما عرفتش البنات شنو المشكل فين كاين، واش في الوقت اللي كنحط لكم فيه الفيديوهات نتوما ما كتكونوش زعما ما كتستعملوش يوتيوب، اولا مشكل عندي في القناه انا ما عرفتش علاش الفيديوهات ما بقاوش كيطلعوا ليا. مهم اللي باقي ما شافوش هذا الفيديو، كنت صورته فواحد المحل اللي كيبيع نظارات شمسيه واللي داير لكم دي بروموسيون لي زوينين بزاف 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 بزاف، وبغيتكم تستفدوا
كنستافدوا منه. المحل كاين في تشيرة الجهادية بمدينة أكادير، كاين بالضبط حدا مدرسة أولى ثانوية فيصل بن عبد العزيز، ورا صورت لكم اللوكاليزاسيون، صورت لكم كل شيء البنات. وكاين الطريق اللي ساهل الصراحة اللي جاي من أكادير غادي يجي حتى للرون بوان اللي كاين حدا ستاسيون إفريقيا اللي كاين حدا مؤسسة البنك الشعبي، وغيدور على اليسار الدورة الأولى على اليسار غيدور معاها رون بوان، غيدير رون بوان ويدور على اليسار. بالنسبة للمحل راه كاين على اليسار حدا الفروج، وكاين حدا واحد محلابة سميت المحل عابد أوبتيك. صراحة التعامل ديالهم زوين، وكيف ما قلت لكم في الفيديو رانا ديجا مشيت بزاف ديال المحلات وما لقيتش راحتي وما لقيتش داكشي اللي بغيت كيف ما لقيتو في هذا المحل. فنتمنى ان شاء الله تكونوا مقبلات على هذا المحل. غنخلي لكم انستغرام ونيميرو التليفون ديالهم هكا مكتوب على الشاشه، تواصلوا معاهم. ونخلي لكم شويه مقطع من هذا الفيديو باش هكا تجيو للمحل وتكتشفوا بعينيكم وتعرفوا الاثمنه اللي دايرين لكم سواء في الزاج او لا في لي كادر ولا حتى في السولير. دابا نجرب معاكم هكا كي كومونتور، غتعاوني اخت فاطمه الزهراء. عرفتي انا راه وجهي صعيب نلقى ليه المونتور اللي غادي تجي معاه. شوفوا بسم الله، كبير لا فورم ديالو ديجا كبيره، كيجي كبير. شوفوا البنات بالنسبه لي كيبغي لا فورم تكون كبيره، ولكن واعي صراحة. أنا راه شنو وقع ليا في النظاظر، كنت صايبتهم والغلط اللي مشيت درت دوزت عند الطبيب، خسرت فلوس عند الطبيب، خسرت فلوس عند هذا الزاج درتو أونتي غوفلو أونتي سميتو لوميير بلو. وفي الأخر مشيت شريت كادر من السوق، أش كندير؟ كندير ليه بحال هاكا، كنكون كنشقى كيبقى يطيح، أولا كنكون غير كنتمشى كيبقى يطيح، عييت ما نزير فيه. هذا هو الغلط البنات، ما ديروش، انا كنصحكم. شوفوا البنات هذا كي جاكم، المهم نتوما خليو ليا احسن واحد جاني صافي. تعال هذا صغير شي شويه، هذا تقريبا قد هذا ديالي، لا صغير عليه شويه، صغير عليه شويه. شفتوا البنات صراحه لي كادر عندها زوينين، عندها لارج شوا في لي كادغ. حتى التعامل ديال فاطمة الزهراء زوين، غاتجيو عندها غادي تعاونكم، غاتعاونكم وغادير معاهم اثمنة مناسبة. ياك اللي جات من عند من جات عندها وتقول لها من طرف لطيفة وغادير معاها ثمن ان شاء الله زوين. هانتوما البنات حتى هذا رائع، هذا راه كرونة كيبان لكم نوغ ولكن كرونة، اليوم ديالو تا هو زوين موف داخل فيه الموف. شوف البنات حتى هذا زوين، بحال هاد الديزاين بحال هكا شفتو البنات، فيه هاد الرشيمة هنايا في الجناب في لي كوتي، حتى هو زويون. الناس لي كيديرونجيوهم هاد لي بلاكات هادو من الأحسن ياخدو بحال هادو. شفتو البنات هذا بلاستيك كله يا بزاف، و كديري كنديري راه عندهم حتى لي لونتي البنات. شوفوا هذا عاوتاني شوفوا البنات هذا زوين صراحه. شوفوا البنات هذا كي داير، في هاد لي بايات هنايا ارجونتي جاي حتى هو زوين. هانتوما هذا تسوى زويون في النواغ الدوري القاري، كاين هذا داير هذا يجي شي واحد وجهو صغير يجي معاه هذا اللي داير. هانتوما البنات زويونين هذا هادو سبور واعرين. شوفوا البنات ديجا زوينين. هانتوما البنات هاد الستيك كان عندي بحاله تقريبا، ها
عقلت العام اللي فات البلاص كنت كنديرو. هاي كلاس. بالنسبه للي سولار ديال الوليدات كاين بحال هادو اللي كتخاف هكا يتهرسوا ليها وليدات يهرسوا ليها عند الدراسه. هادو راه ما كيتهرسوش فليكسيبل ديال السيليكون. ها هما ديال الوليدات شوفوا لا ميم شوز راه ما كيتهرسوش. عندها تبارك الله لي كولور ولي شوا تقدروا تختاروا. شوفوا عاوتاني هذا زوينين صراحة. خاصكم تستغلوا الفرصة راه الأخت فاطمة الزهرة أجي حدايا. الأخت فاطمة الزهرة راه دايرة لكم دابا بروموسيون في السولير. ياكين سولير في الكوريكسيون هي دايرة لكم. بالنسبة للكوريكسيون شحال دايرة دابا؟ كاينين دي موديل اللي هبطنا اليوم البخي ديالهم 70 درهم يعني ديال 100 درهم. كاين زعما ولا كاليتي بون كاليتي زعما في لي مونتي ماشي حاجه اللي هذا دابا عجبنا ستوك ديالو هبطنا اللي كان عندنا قبل درنا اليوم 70 درهم. واخا زعما راه باش يقبل يسحب ليهم مع ولاد هذا جا يلاه راه يلاه فتحهم باقي فتحهم. هادشي اللي كاين بالنسبه للسولار كيف قلنا دابا كاين بروموسيون فيه بادير من 250 درهم الفوق على حساب لامار. وبالنسبه للزاج تاويك ما دي بخورو لا لا كاليتي الزاج راه كتكون بون كاليتي ماشي داكشي ديال شي نوع. وبالنسبه للسولير راه دايره لكم دابا 300 درهم كاع لي سولير اللي شافوا معايا في الفيديو راه دايره لهم غير 300 درهم شي حاجه اللي بون كاليتي مش حاجه اللي زوينه. التعامل ديال فاطمه الزهراء راه راقي. غتدي لكم حتى لا فيزيت راه غدي لكم لا فيزيت دابا حاليا دايره فيها غراتويت. اللي جات تقول لها من طرفي راه غدير لها لا فيزيت غراتويت. ومرحبا بكم عند الاخت فاطمه الزهراء عند عبيد اوبتيك ان شاء الله. مرحبا بكم. بالنسبه لوكاليزاسيون ديال عبيد اوبتيك كتجيو حتى الثانويه فيصل بن عبد العزيز هي هذه انتوما. كاينه حدا صيدليه الحمزاوي وهنايا كاين المحل في التشيره الجهاديه. هي لا كارت فيزيت ديال عبيد اوبتيك. غادي نخلي لكم حتى هذا انستغرام ديالهم نيميرو التليفون وحتى لوكاليزاسيون. المره صورت لكم انا لوكاليزاسيون بالتفصيل. ومرحبا بكم عند فاطمه الزهراء. بارك الله فيك. لي سولير اللي اختاريت هما هادو. هادو راه بولاريزي و شنو قلت لي مازال اونسي يو في. مثلا داك الشعاع اللي تيكون مجهد ما تقدروش عليه فاش كديروا هادو تيبان لكم. مثلا هاد ليماج هادي عطاتها ليا قبل ما ندير نظاظر. فاش درت نظاظر ولا كيبان لي واحد الضوفه هنايا. التيست ديال بولاريزاسيون صراحه زوينين. نقولوا لي كيفاش جاوني. المهم انا حبيت. شكرا لك اختي فاطمه الزهراء الله يعطيك الخير. شكرا لك وشكرا على حسن الاستقبال وعلى الخاطر اللي عطيتيني وليحتك. بالنسبه للسولير راه كنت هما باغا نبدلهم ولكن على حساب لا ميتويال خاصها تدوز واحد العامين عاد كتقدري تبدلي بلا ما باش كيتعاودو ترومبورساو. وين سلسلة عامين وانا معاك باقي جدادين خاصني كما قلتي لي غندير لهم غير داك ديك لا باش ما يبقاوش يطيحوا باش نستعملهم كيف راه ما كنديرهم الصراحه. شكرا اختي فاطمه الزهراء على اللي خطيتي الله يعطيك الصحه. السولير اللي خديت كيحمق عجبني بزاف. وراه هي دائما كتدخل لكم الجديد هي راه ديما تدخل الجديد. هنا خرجت من المحل وغنوريكم بالضبط في كاين المحل. هنايا كيف ما شفتوا مؤسسه البنك الشعبي وتمايا كاين الرومبو اللي كتدخل انزكان وهذه هي طريق اكادير. نتوما الا جايين من اكادير غتوصلوا حتى للرومبوان اللي حدا ستاسيون افريقيا حدا مؤسسه البنك الشعبي وغادي تدوروا على اليسار غتلقاو فروج تمايا على اليسار وغتمشيو نيشان راه المحلابه راه كاينه حدا الفروج. ما عندكم فين تجلاو حدا واحد المحلابه زعما النعس ديالها ساهل. المهم اللي جاي من اكادير
يجي تيوصل للستاسيون ديال افريقيا اللي كاين حدا مؤسسه البنك الشعبي، وغادي يدور على اليسار، غيدور نيت على المؤسسه، غيدور عليها غيلقى المحل حدا الفروج. مهم نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح، واللي جاي من انزكار غيوصل حتى لهذيك الرومبوان اللي حدا مؤسسه البنك الشعبي، ويدور على نيمن. مهم هذا هو النعت، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا المحل وتكونوا مقبلات عليه، وما تنساوناش بتعاليقكم الزوينه، لايكاتكم للفيديو. وصلت معكم لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم كيف ما العاده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله. بسلام عليكم، ما تنساوش تقولوا لي كيف جاوني النضيدرات، وشكرا لكم بزاف بزاف على دعمكم وتشجيعكم ليا، وبسلام.